هذه الطفلة الآن تصل إلى المستشفى لتجري عملية جراحية من الأعداد التي وصلت إلى القطاع، ونتحدث عن الأعداد التي تنتظر منذ سنوات في القطاع. فزينة صار لها بتعاني من هذا الألم سنوات، وصار لها في انتظار تقريبا سنة كاملة لهاي العملية. وطبعا قصة زينة يعني لم تكن هي القصة الأولى اللي أنا سمعتها اليوم، يعني أنا لفيت على غرف المرضى اللي بينتظروا العمليات خلال هذا اليوم، اللي هم حوالي 12 أو 13 مريض، والقصص اللي سمعتها قصص يعني محزنة جدا. يعني في ناس بتحكي لي أنا صار لي بانتظر على العمليات 3 سنوات و4 سنوات وسنتين وسنة، وبننتظر على الدور وقائمة الانتظار طويلة. كثير ممن ساعدونا نكون هون اليوم في غزة يعني ببين مدى الحاجة لوجودنا في هذا المكان. يعني القصص المؤلمة اللي أنا سمعتها اليوم، إن انتظار يعني سنوات لعشان عملية طب رياضي. أعتقد يعني الطفلة، هذه الطفلة تنتظر منذ سنة أعتقد تقريبا، يعني اللي أنا فهمته من والدتها إنه بتنتظر سنة، وهي كان عندها ألم يعني لسنوات قبل هيك يعني.